مساء الخير. مساء الخير، سبت 3 فيفري، اهلا وسهلا مرحبا بكم. عدد جديد من فكره سامي فهري، تحيه كبيره للفرقه الموسيقيه، فرقه مزيكا بقياده المايسترو خالد بن عيسى. سمعنا مقطوعه من الحان خالد بن عيسى، احلى تحيه لاحلى جمهور يحضر معنا هذا المساء. ضيوفنا الليله الفنانه ايمان الشريف، الاعلامي حسني الزغدودي، سيربون. مشاهده طيبه للجميع. فنانة تونسية نجمة مثيرة للجدل، نستقبلها باش تقدم لنا جديدها لأول مرة، نستقبلها بحب كبير الفنانة إيمان الشريفة. تحت تأثير الصدمة. احنا إيمان في العادة نعملوا ديما توازن ونقول لهم معناتها يلزم في من بين كل ضيوفنا ديما يلزم العنصر النسائي يكون موجود. أيه. كيف في بالي بك هكا، راني ما خليتش اللي معاك زوز رجال في الحلقة. ما هو في لازم تكون في كل امرأة فما الرجولية وفي كل راجل فما الحنية. أي ما هذا من داخل حتى من برا. وشو اللي صار لك باش تعمل هذا الكل؟ ما صار شيء. بس أما جست أنت قاعدة ترى، ما هو في الأصل موجود. ليه نعرف يتحس إنه هذا؟ نعرف أنه من داخل عندك برشة قيم كبيرة، برشة المسؤولية، مرأة راجل، مرأة المستقلة، هذا الكل نعرفوه فيك في الإنسانة وفي الأختيست كيف كيف، اللي هو سي لو معناتها لو تيم متاع لو سبيكتاكل ديفا ديفو، اللي هي تغني لي ديفا دو موند باللغات واللهجات الكل براتيكمون، ولي ديفو اللي هما لي بيرسوناج نتاع لي ديفو في العالم، يعني كيما شارل ازنافور، كيما اندريا بوتشيلي، كيما اسماعيل حطاب، كيما كل باش يتلموا سور سين اللي هما اوريدي موجودين في راسي. هل يكفي للفنانه انها تغني للديفا ولا للديفو باش تتلقب هي بالديفا؟ لا، انا تلقبت بالديفا قبل ما نغني لهم. من يطلق الالقاب على الفنانين ايمان؟ الجمهور. احسن لقب نوبل وسانسير هو اللي يطلقوا عليك الجمهور. اللقب اللي يطلق عليك الجمهور هو ايمان الشريف. يعيطوا لي الديفا. لا يا انا في فيديوهاتي، في حفلاتي، في كي نمشي نغني، كي نبدا حتى في الشارع وكل، ما نجمش كل حد يقول لي الديفا نمشي نصور ونهبط. الديفا تعني آلهة الغناء. هما شافوا فيا آلهة الغناء بالنسبة لهم هما، خاطر أي حاجة تجي في بالهم باش تغنى يطلبوها مني وأنا نلبي الطلب. موريتاني، إيطالي، ألباني، تركي، عربي، طليان، إسبانيور. أي واحد ينجم يغني لغات، لكن اما يعيشهم في صوته واللحن والكلمات ويعيش لا سيتواسيون ويصدقوه الناس، مش اي حد تنجم يعمل حاجه وانت تصدقها. شو تقول على الناس اللي مستكثرين عليك لقب الديفا؟ ما يعرفوش كيسكو سا فو دير، دونك ما نلومهمش. هو الصوت اللي جاي من عالم اخر. ليس الصوت ديفا، كانت تطلق على الكائنات الخارقه للطبيعه، تطور المفهوم في القرن 19 ولات تعني الهه الغناء، مش في المعنى الديني الضيق فقط، وانما لانه صوت المغنيات فيه شيء من السحر الالهي. Exactly. صوت ملائكي ما عنده حتى شبيهه. في بعض الدول الاوروبيه يطلق على الديفا على الفنانات ذات الشهره الكبيره والواسعه، من اشهر لي ديفا في العالم أريدا فرانكلين، ديفاوات التسعينات سيلين ديون، مرايا كاري، ويتني هيوستن، ديفاوات معروفين بالمثالية نتاعهم في لبستهم، في سلوكهم، على الأقل على الصورة لا بيرفكسيون ولي كابريس نتاعهم، دلالهم. اكزاكتومون، اون فيت مش دلالهم، هو مفهوم الديفا اون جينيرال هي شخص وشخصية يجمع بين الملاك وبين العبد اللي هو عنده شوية من الأورغوي، على خاطر تلمون هو بيرسوادي بالحاجات اللي يحس فيهم، اللي هما تحسوا بيرفكسيونيست في حاجات، ما يرحمش في حاجات، في تفاصيله ما يخليكش انت تاثر عليه، مؤثر ديما بارزه. علاش؟ على خاطر مامنه باللي فيها. حتى لقب الديفا يعطى في مرحله متقدمه من الخبره. لا والتجربه. لا لا. ومثلا اليوم احنا في العالم العربي
اللي تعرفت بلقب الديفا هي سميرة سعيد في الغناء. انت اليوم تعتبر انه سميرة سعيد ديفا ولا ليه؟ لقبت بالديفا دونك ديفا. هيفا وهبي لقبت بالديفا وأثار ذلك في الجمال بوتيتر. لا 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 في كل شيء، في الصوت زادا. راو ديفا تاش معناها معناها تمشي الاوبرا تلقاها بريزونس عندها وصوت وواحد وكل. فيروز ديفا، ام كلثوم ديفا. ديفا شنو ديفا؟ فيروز ديفا. امينه فاخر ديفا بيان سور. انت ديفا في الغناء ولا ليه؟ هما يقولوا انا جيتك هكا اليوم باش نحكي معاك كل شيء برجولي. تحس روحك لما تطلع على المسرح هناك كائن خارق طلع على المسرح، انه هناك صوت من السماء جاي للناس؟ فيغور توا هادي ما نستناش حتى نطلع للمسرح. انا انسانه لا او جو سوي عندي وزني أي حتى مع الوليدات الصغار معاك. يعني ما نستحقش باش تعمل لي مسرح. انا ما عنديش ظروف باش تخليني عندي مسرح. نعمل مسرح نصنعه بالكاغد بال لا ما ماريا كاري ما تصنعش مسرح بالكاغد. فيروز ما تصنعش مسرح بالكاغد. نو فما امكانيات. نو 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 انت شو فما امكانيات. اي احنا في بلاد لازمك رغم الظروف ورغم العباد اللي هما ما يحبوش يخليوك نجمك يسطع كيما ربي يحب. هذه نعمة من عند لا الله. لا شيء أقوى من قوة ربي. هذاك علاش الديفا قوتها الكل هي الإيمان بالقوة الخارقة اللي عندها. مش غريب أنه الديفا ولا مرة تطلع على مسرح كرتاج؟ شكون قال لك ولا مرة؟ في حفلة برشا واحدة. مرات طلبوا مني. في حفلة واحدة. طلبوا مني برشا مرات. وأنت؟ أما أنا جو سوي كونسونتخي نحضر في الأولمبيا دو باري. تو فهمتني؟ وقتاش إن شاء الله قريب. هل أهم الأولمبياد دو باري من مسرح قرطاج؟ لا ماهوش أهم، كل مسرح هو مهم. لا ما ناخذ مسرح قرطاج ما دامك ديفا. بالكش السنة وين تعرف؟ نعملها لك سيربريز ونستدعاك. الديفا كذلك معروفة بالأجر العالي. الديفا الحقيقية ما عمرها ما تحسب، نفس الإحساس كيما تغني بليار، كيما تغني بليش، كيما تغني. أنا مفهوم الديفا اللي قريبة لقلوب الناس. فيروز. أنا ما نقارنش روحي بحتى حد. خاطر انا انسانه وفنانه ما تخلقش لا قبلي لا بعدي في الجو نتاعي. تقارن روحك بأمينة فاخت ولا ما نقارن روحي بحد؟ هما اللي قارنوني، انا عمري ما قارنت. انا تعلمت من الكبارات باش نصنع البروفيل نتاعي ولوني اللي هو مهما يحاولوا يقلدوه ما ينجموش. علاش؟ على خاطر فيه اسرار وتفاصيل وغوسات ما نعرفها. كان كريم شعيب في اخر ظهور لي في الصوت العظيم قال مهبوله مسيبه ايمان الشريف. قال بالضبط هي مهبوله مسيبه كما امينه فيها. نتمنى انه يكون مهبول حتى مش مسيب، مهبول مجدود ويعمل اغاني. احنا مهبله مسيبين وعنا اغاني. كريم لما استعمل كلمه مهبوله مسيبه وانك تقلد في امينه فاخت في مشيتك في قال تقلد هكا ماذا بين نشوفها اللي قال تقلد. قال علاش تلوموا على ايمان الشريف؟ ايمان الشريف وكيما امينه فاخت كيما ما قالش تقلد. كيما شنو تفيد التشبيه؟ التشابه لا ما تقليد. تنجم تكون انت عندك مشبه ربعي تتشبه اكس واكريك وزاد ما انت ما قلدتش. رقدت على وقتاش رقدت؟ على المسرح. وقتاش؟ اعطيني تصويره وريها. هو قال اي هات وريني. يقول له هات التصويره. سي با فغي سكيل ادي. مش انا رقدت على المسرح، امينة رقدت على المسرح. تبدا تغني وحتى امينة فاخت قدامك. انا كي نغني نحط ربي في بالي لا فيغيتي، نقول يا ربي اجعل احساسي صادق باش كي نقول اي كلمه تكون في مكانها. عمري ما نحط حد في بالي. كان ربي وولدي والناس اللي نحبهم. أم وقتها نبدا سيغسين نبدا في عالم اخر. هيج ناحيه الصبات برشا مرات وبدعت بها وبرشا قلدوا فيا ونفرح كي نشوفها. وانت ما اخذتها؟ ما يخذها من حد شيء. انا كل واحد ينحي في صباته على روحه. اما سا ديبون وقتاش انا نحي نبدا سيرسي. امينه قبلت كي قلقني انا نحي. والله يا ناس كي قلقني الصبات وبدا فما ماء وبيسين حب نبرد عظيماتي بعدك الطالون كل سبونتاني يعني مش تغني مانجا وناكل مانجا وتجيب المانجا للعرس. اي ما يخرجش على ديفا. ما فما ديفا نتاع عامر قدو وفما ديفا 2024. انا عندي ميزاجور جديده مازلت ما خلطتش باش تولي هي ريفيرونس. اما سافا فينيغ. تعمل لوك نتاع قطوس وتمشي لدار عرس. اي ونمعوق زاده بالكدا وفي الطبقه وجاوي به تفرج. اي سامباتيك والغنيه تهبل. ميرسي رونزا على هالستيل الحلو يا اخي. نورمال شيخك العرايس هو سي مون كوليغ راهو عرسه وهو كل يوم في العروسات. قلت له والله لما نعمل لك عرس يقعد تاريخ وجغرافيا.
هكا عملت له فازة. اللي هذا يقول يا ما انت عمل لي فازة في عرسي حطينا، ويعد نجيب له مانجا لاخر نعم بيريوك اكحل. المفروض مش تعمل تراند بالاغاني نتاعك. هي فيها اغنيه، هي القطوسه. هي ما بالاساس معناتها كانك انت، ما هي في دوب دوزونا، هي اللوك مع الاغنيه. توا عصر الصوت والصوره يا حبيبي. كسر راسك باش تعمل بوز؟ ما نكسرش راسي. يلا توا توا ما نكسرش راسي انا افيك ان غران بليزيغ، ما نكسرش راسي. انا متاكد انك اليوم هالشكل هذايا، وقلت له ما نحبش نقابله في الكواليس، ما نحبش تراني، خلينا نسلم على الفنانه. قالوا لي ما تقابلهاش، قالت لا ما تقابلنيش. ايش فما ما نقابلهاش؟ حبيتك كيف تراني، شنو تحس؟ حسيت بالصدمه، قلت له درجة الانسان البشري شنو قادر. نوع الصدمه شنو، بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ قلت قداش الانسان ينجم يعمل حاجات في روحه ما احلاهم من اجل الانتباه واثاره الانتباه. لا مش الانتباه، اليوم يجسد اليوم ما يقول. اليوم الناس باش يخليوا راقي كله، سؤالتي الكل على الفن وعلى الديفا وعلى كل شيء، وباش يخليهم بالشكل اللي ظهرت اي البيه. على خاطر الغنيه ياسر انتريسونت، والغول نتاعي في الدي في سبيكتاكل الديفا والديفو حاجه جديده باش تكون مكسب لتونس، حاجه عظيمه هيدي انك تغني للديفا فاطمه بوساحه، وتغني اي للديفا ام كلثوم. فاطمه بوساحه مش ديفا. انا بالنسبه لي ديفا عظيمه، وبافاروتي ديفو، وباباروتي اسماعيل حطاب ديفو. باباروتي ساوي هذه خدمه 18 سنين هي ديرا. باهي انك تغني للناس، والاحلى انك تغني اغانيك. انا نعمل فيهم الزوز سبيكتاكل، فيه ميتزو ميتزو كوميدي شيليتاليانو، نص بالاغانيه مطروزين بالاغاني نتاع لي ديفا اللي ديفو. جيتنا بغنية جديدة مختلفة جدا، مغربية. مغربية اي. دافع كبير جديد إيمان شريفة. إيمان شريف مبروك الأغنية الجديدة. عايشك عايشك. الفقرة هذه فيها ترتيب، يلزمك ديما ترتب. باهي. وصريحة نحبك. بيان سور هاك. كلمة ترجيع. كلمة ترجيع. أكثر موضوع قلقني في مسيرتي باش ترتب، الحجاب، فستان الجونة، ترجمة أغنية الأماكن، وإلا اسم ابني ناساغ. حتى حد ما قلقني بالترتيب الأقل. فستان الجونة ما قلقنيش بالكل، مثلا اسم نانو ما قلقنيش بالكل، ترجمة الأماكن نو خاطر مش أنا ترجمتها، الحجاب يعني بتدخل الحجاب واحد واحد الحجاب. وين قلقك وقت اللي الإنسان حر؟ أو فيت مش قلقني أنا، أما قلق برشا عبيد. فلا ما حبوكش تتحجب؟ لا قلق برشا عبيد على خاطر حبوا يدخلوا في تفاصيل متاع حياتي الشخصية، وأنا ما سمحت لهمش. لا. في برامج، في برشا حاجات، فهمت؟ اليوم لما تختزل إيمان شريف في تلك الفنانة التي تحجبت ونزعت الحجاب ديما كيكا، هذاك التلخيص اللي هو معناها. أنت ندمة أكثر انك تسرعتي في اللبس او تسرعتي في انك نحيتي؟ انا مانيش نادمه على حد شيء، انا نعيش كما نحس. ذيك معناتها فتره من حياتي ونعتز بها على خاطر ذيك اللي خليت طيبتي وشخصيتي وحبي لربي ولعائلتي والفعل الخير يعني بالعكس حاجه باهيه ماهيش حاجه خايبه. معناتها نتصور الحاجه الخايبه اللي تقلق انا فيها، هذوما الكل ما عملتش حاجه خايبه. اليوم فما برشا فنانات متحجبات ويمارسوا في الفن بشكل طبيعي. علاش مستبعده الفكره هذه بالنسبه لك انت ايمان؟ ما قلتش مستبعده. وارده؟ ما تحبش تعرف على الدنيا شنو فيها هيدي. جو نو فو بلو ديفوالي شنو انا نعيش مع ربي. فوالا سي سا لا ريزون. واحد الحجاب، اثنين قلقني شويه جهل نتاع ناس معينين هكا، قالوا شبه ترجمتها هكاك الوغ كو هو يجهلوا الموضوع وما يعرفوش اللي مش انا اللي ترجمتها. اي ما انت غنيتها. اي علاش تنسب الترجمه ليا انا الوغ كو سي با موا. نادم عليها؟ ما نندمش، ونحب نغنيها لك تو نغنيها لك، جي با بروبليم. الاماكن تعاود تغنيها؟ بيان سور. حتى كي ترجموها ما فقدتش، خاطر اللحن يمس يحس. ثلاثة اسم ولدي، ما انت عبيت تقلق من اسم ولدي، انا ما نضحك، انا سمي ولدي كما الحب، ما انت سما فيه ولتوا يعاودوا فيها، وهو كي يعرضوه يغزر لهم هو يقول لهم يا اخي انت تعرفها مامي. تقول له انا نعرفك انت، مش انت ناصر ناصوره ناسير
يقولها ياس انا ما نعرفكش. الناس يبينهم عملت بوز معناتها مقصود. عادها انت توا فرصه باش تجاوبهم سي ديزاين، مرحبا بك بحذنا في فكره ايمان شريف. جاوب العباد هل هو بوز بربي؟ فما مره كلمتني في الليل قالت لي باش نعدي لك الناس امان اقنعهم. اقنعهم اللي احنا ما عملناش حاجه اكسبري. سالتك واش ولدك؟ قلت لي ناسور. ماهوش ناسور، مش لعند صلاحيلك، اسمه ناسخ. ناسخ فوالا، ان ا دو زيس او ار، ها غلطة عاودتها. ناصر 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 بعد قدامنا ناصر 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 ونعمل اسم ونعمل اسم ان شاء الله ربي ينصر. عايشك امين يا رب. وفستان الجونة التوا لليوم الغدوة العباد يحبوا يتيمموا هكا عليه باش مش ما يعرس. مازال موجود هو؟ بيان سور موجود. نهار بنهارات باش تبيعوا في المزاد العالمي. لا الحاجة ثمينة عمرها ما عندها حتى سوم وما تتباعش. حتى بعد الانفصال مازلت عنده قيمة الفستان هذاك؟ بيان سور انا راهو بكشي تحت الطاولة ولا بالسرقة ولا انا جاسوم حياتي كلها. علاش قلت لك ما نندم على حد شيء؟ خاطر سي سي اغوفيغ جو غوفخي لا ميم شوز، خاطر ما عملتش حاجة ضد احساسي، حاجات حسيتهم بالحق. معناتها تمشي للجونة وتلبس الفستان الغريب وتتزوج وتجيب ناسور وتطلق وزيد نمرجك وتطلق. الطلاق هذاك هذاك حكمة ربي. كلهم حكمة ربي. ما عندك حتى دخل في حد حاجة. ما نتصورش إنسان يكون قاعد سعيد على روحه ويقوم يطلق. اللهم هذاك وقت يسمى إيمان مهبول. مالك. شوف لو نشدك اليوم من يدك ونقول لك انسى إيمان الفنانة وكل شيء. شنو اللي يخلي زوز حبوا بعضهم وجابوا صغير نوارة وقروا ينفصلوا؟ مكتوب ربي. لو نترجم المكتوب هذا إلى قيمة تربط شخصين مع بعضهم، هو انك تعمل برشا مجهود باش تخلي هالعلاقه موجوده. عندك القدره ايمان انك تستحفظ على علاقاتك، ولا من النوع اللي وقت اللي تحس الفلوكه بدات ترخ شويه نرمي روحي وننقذ نفسي؟ انا انسانه نقبل اللي عاطيه لي ربي الكل. سي بور سا جيت اليوم باش نوري للناس اللي يبداو يعديوا لصغارهم في النيجاتيفيتي متاع الحزن. وكأنه أنا مثلاً أول مرة باش نقولها، عندي خالتي باغ إكزامبل اسمها حبيبة وربي يفضلها لي، نهار طلبتني تبكي. هي احنا عائلة ماما ياسر هكا طيبين وسخوفيين وكل، وتبكي يا ناري على وليدي باش يتيتم بالحياة. علقت عليها التليفون، علقت عليها التليفون، قلت لها خالتي شنو هذا؟ شنو هذا؟ معناتها انا ما شنو لازم نقعد نبكي ونبدا في حاله ويا ناري وفي نو فماش. انا انسانه عندي مسؤوليات، واحد مع واحد يجي 11 نقلب لك زوز واحد منا واحد منا وردهم راي نتاع التران، والتران ديما يمشي. فماشي واحد مشاش كي بالتران، انت شم جايبك قدامه؟ انا حياتي خلقها لي ربي باش نكمل طول. انت ما تحبش تقف معايا فيها وتطلع معايا في التران اللي انا مشيت له، تحب تهبط هنا مش على خاطر باش نحول الوجه ولا باش نعمل بوان داغي للتران ما عادش يمشي. التران تاعي سيمبري ديريتو كوميديشي ايطاليانو وديما القدام. نقص شويه رو ما نحملش الجري نتاعك السريع وانا معاك. اقعد في بلاستك، نقص. انا نعمل نولي نشط حسلوه انا وياك، نبدلوا الموجه ما يقلقنيش، نتفاهموا على الريتم ونبداو منظمين سانكرو يا با سوسي. هذاك قانون الاوركسترا واضح، وعندنا بارام نمشيو بيه وعندنا نوتا ودنيا واحده منضبطه ما تخالفش. هكا انت تعرف عارف. انا نعرف الانضباط. فوالا نتعدوا للموضوع الموالي. يلا ربي يستر. اكثر وصف يزعجني لما يقال عني في الكواليس خاصه من عند الفنانين، ايمان شريف فنانه درجه ثانيه مش كلاس ايه. آ ايه. فنانه مقلده فنانة بوز أو فنانة مجنونة، أكثر واحدة منهم تزعجك لما تتقال عليك الحقيقة؟ حتى واحدة. اللي يقول أنه أنا درجة ثانية ما يقلقنيش، أما أنا نحب اليوم خير من البارح وغدوة خير من اليوم. أنا نحب روحي نقدم، وريت هما قالوا درجة ثانية أنا نقول درجة صفر، ما زلت ما بديتش. هذا اللي عملته كله برويون. هذا أقصى أنواع الغرور وهو اصطناع التواضع. لا 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 تصطناع في التواضع مش نعيش فيه إيمان. أنت تعيش ديفا في مخك شنو؟ لا 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 ديفا سماء يا هادي. أنت قلت أنا آلهة الغناء مش نحط لك سيدنا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام شيمته شنو؟ التواضع. راو انا مش معناتها نتواضع معناها انا سافا با نو، ولا انا ما عنديش مرتبه نو. انا نتواضع على خاطرني تلما متاكده من خير ربي عليا ونعمه ربي عليا وحب الناس ليا غراتويتمون. لا نشري درا شنو ولا نشري فولورز ودرا شنو مخوير واحد وكل ولا حد شيء. اللي عندي فولورز كلهم صحاح، الناس اللي تحبني بالحق، خاطر هما مش يجوني للمسرح باش يقصوا تساكر، يجيبوني لدارهم. سي بوكو بلو نوبل كو سا. رتب لي ريت مجنونه
كيقول هالي فنان تقلقني علاش على خاطر يسخفني، نقول كيفاش يقول انا مجنونه الوغ كو هو سونسي تبع العائله نتاع المجانين اذا كان انا مجنونه. باهي دونك هذيك المرتبه الاولى بوتيت خي. الثانيه الثانيه بوتيت خبوز على خاطرها معناها فارغه الكلمه. ثالثه باش نكون معاك صريحه، الثالثه والرابعه هما مقلده ودرجه ثانيه. مش ندخل معك في الجو معني انا انا مقتنع انهم كلهم ما ياثرونيش يعني ما ياثروش فيا. ما ياثر فيك شيء هذاك متفق. انت تعرف عاده ماهيش كي تخلى نزيد على السؤال الموالي. اولويتي هذه السنه اي قرطاج، النجاح العربي، دور بطوله، ولا نكون الفنانه الاكثر مشاهده على يوتيوب معناتها تعمل هيت فيه فيوز كبار برشا. الكل رتب بالاهميه بالاولويه. بوتيتخ النجاح العربي سمباتيك. النجاح العربي خدمت له، انا نخدم على روحي في الريتم اللي انا رافي في روحي وين موجود. انا رافي روحي انترناسيونال، اما كان العربي سو ديكلانش انتر تان يا با يعني واي نوت، حاجه حلوه. انت اليوم خلينا نتفقوا انه شهرتك بالاساس هي شهره محليه تونسيه والمغرب العربي والتوانسه اللي موجودين بطبيعه الحال. اما انت في مصر مثلا تقول إيمان شريف الواحد مصري مصري ليه؟ مصري ليه عاد لحظة شتا حفظ لها أغنية يقول لك ليه نعرفها يمكن متزوجة منا ولا نعرفها ملقونة تمشي للبنان يعمل مجهود باش تفكر. نو نو مش اللي مش إليسا نانسي صابر لطيفة تعرف إن مرة كي عملت في الإيميسيون بتاع بتاع رمضان وقتها أم نسير وعملت البارتي نتاع أم كلثوم بالمربع التونسي إيقاع تونسي وقلت كوكب الشرق لسه فاكر والحب كله. زعما أم كلثوم كان جات تونسية كيفاش كانت تنجم تكون موسيقتها وخرجتك المقطع ذاك لازمك ترى المسار واللي طبعا المقطع ضرب لأنه متعلق بأم كلثوم ولأنه بعد ولا بالذكرى نتاعهم المصرية الشعبي المصري ولاو يغنيو في غنية أم كلثوم. النجاح النجاح العربي نحطوه الأول محلاه إيه بعد نحب النجاح هو الأول. بيان سور تتبعوا أكثر مشاهدة أكثر مشاهدة وقرطاج خاطر كي تبدا كله يتبع بعضه ودور البطولة. أنا فما سنة كنت باش نكون في رمضان مثلا في مسلسل ودور بطولة في التلفزة الوطنية باب الرزق. وي عيطولك؟ وي عيطولك قبل في حرقة قبل ما باب الرزق قبل ما ياخذوا لاكور نتاع التلفزه. يعني انا كيقدموا اسمي معاهم اسمي دعم ياسر معناها السيناريو كل خاطر شافوا الشخصيه نتاعي في وسط شافوا ايمان شريف في وسط الشخصيه يعني حاجه واو باش تطلع. ومن بعد نعرف شنو اللي صار كيف سي بون طلبتهم قلت لهم راهو في المسلسل نتاعنا سي بون وافقونا وكل شيء وخديناه وكل وقتاش نبداو. دونك فما ممثله اخرى وانا نحبها ياسر وما نحبش نقول اسمها ولليوم الغدوه ما تعرفش الحكايه عمري ما حكيت فيها على خاطر فرحت لها وكلمتها وقلت لها كان تستحق حاجه ولا حاجه هي ما تعرفش لي انا كنت في البلاصه هذيك وكلمت حتى دي سبونسور باش يلبسوها ونحبها ونفرح لاي انسان خاطر مش كاتب لي انا كاتب لها هي وان شاء الله المسلسل يخرج ناجح. اليوم على المخرج على حتى حد مش كاتب لي الوطنيه مش كاتبت لك من حرقه ما يقلقنيش هيدي ناخو كان قسمي انا جو فو اكسلي في اي حاجه ربي كتبها لي. الاكثر مشاهده يغيظك انه اليوم فنانات يجيو بعدك ويعملوا مشاهدات اكثر يعملوا بيان سور خاطر يدفعوا برشا فلوس باش يعملوا وعلاش ما تدفعش لو ما ندفعش انا لا انا في عود ندفع فلوس باش نعمل بيه سبونسورينغ نمشي نعاون بيه زويلي مثلا باش انا زعما نكون انا الاولى ندفع على روحي فلوس كيما اللي جاي عاملين مهرجانات بربي عطينا 8 مليون 3 مليون خلينا نكرموكم. فما معناتها انا مانيش في الصنف هذاك انا انسانه واقعيه نحب نلمس الواقع. اما اليوم تنفي تلقيب وكل ما موش اليوم تنفي نجاح بعض الفنانات؟ نو جي با دي ننفي وقت اللي يعملوا انت علاش انت معناها انا جونغ كارير نتاعي طويله وهم عاملين نسب مشاهده اكثر أقوى. اما كي تشوف العروسات ماهمش يغنوا في الغنات اللي عاملين نسب مشاهده اكثر خاطر هذوك ما يطلبوهمش الجمهور. دونك هناش فما الواقع والفيرتوال. ينجم يكونوا عملوا نجاح باغنيه رومانسيه ناخذ مثال شيرين اللاجل سمعت اغنيه رومانسيه وما نغنيهاش كي العرايس ما تحصلوش نعم بها الرومانسي في روحي معناتها وعلاش اللوم شيرين اللاجل تغنيها في عرس انا ماني جو شوازي مي شانسون يا هادي انا نغني ا اوبجيكتيف
أنا كي تجيني اليوم تقول لي غني العروسة نغني لها مانجا وخاطرها مدلوعة وحتى غنية مش متاعي نغنيها لها، ولكن نعمل أنا غنية على الحوت والبوري وزغرت على العروسة وكل، ومش نمشي نهبطها كان يوتيوب ونغنيها في العروسات ومن بعد عملت لها كليب صورتها هوني معاكم. دونك انت فنانه عروسات اكثر انا من فنانه شو انا فنانه سنة سنة. انا فنانه عروسات وديجيتال وطرب واللي تتخيلوا انت في مخك بكل محبه. فنانه عروسات يشرفني كل الالوان حفلات انا ديجيتال ناقصه يشرفني. هاو عندي لابيل تكوين تحيه اليوم هم قاعدين يخدموا هم تكوين يا تكوين اعطاكم على راسك وكيت زعيم. السؤال الموالي، وحب أن أعيش قصة حب سينمائية مع كريم الغربي، فتحي الهداوي، مهذب الرميلي، محمد مراد. مهذب نمبر وان. نجم تعنق مهذب وتبوسه؟ مهذب نعنقه حتى بغزرة عين يعدي المساج على خاطره سي ان غراند ارتيست. مش بغزرة عين بأحضان، تنجم تعمل أدوار فيهم تعنيق وبوس في السينما ولا لا؟ نجم بيان سور نجم نعم هكا بوسة هكا تتعدى أكثر من حكاية أخرى. انا راني وصلت بدلت سيناريوهات هادي ووصلت رفضت سيناريوهات على خاطر حبيت بالحق راه والله بالجد. فما فنانين كبار خذوا بلاستي في ادوار اولى وهما اسامي اكبر في السينما، اما انا رفضت خاطر الدوره هذيك ما نحبوش ما يمشيش مع شخصيتي. دونك مهذب نمبر 1. بون كريم ما يضحكني، ممكن كي نعمل معاه حب ورومانسيه نموت بالضحك، ماهوش بتاع رومانسيه وحب جمله. كريم يضحك. دونك محمد مراد وي تحب البوغوس الأشقر؟ ليه ليه محمد على خاطر عنده دور توجهه على تركي على فهمت ايه؟ دونك يمثل الرومانسية. محمد اثنين كريم ثلاثة ايه؟ فتحي الهداوي الرابع. به يزعجني في الإعلام ايوه انه باش نحكي على اسمي الكامل سني اها تدخلات التجميلية اللي عملتها او ثروتي، اكثر حاجة تزعجك؟ ما يزعجني حتى شيء. به اسمك الكامل نقوله إيمان. اسمي الكامل إيمان دريدي. تغير شريف لأنه أنا نغزر للكارير انترناسيونال، وبالنسبة لي وقت اللي بديت نغني أكثر ستار بالنسبة لي عربي في العالم أباغ داليدا هو عمر شريف. يقال وتقلت لي أكثر من مرة في الكرسي هذاك وقت اللي نحكيه على إيمان شريف، احنا نعرفه لأنه من كان يدعمها المانجر متاعها اللي كان الأولاني هو اللي سماها هذا الاسم. ليه؟ هذه إشاعة. نو. لأنها تقلت عندي. اللي سماني هو عازف عود في سوسة اللي هو يجي خال الهيشري الجوار وليد الهيشري. وليد الهيشري اللي هو زبير نحييه واللي عندي سنين ما ريتوش نحييه، وكنت وفي بداياتي نبرف معاه ويقول لي علاش تحب تغني عربي وغربي، ونقول له جون فيزاج لانترناسيونال، يقول لي معناتها كيما عمر الشريف سيتي كوم سا من غادي جل وقتها لو برودكتور اسمه شريف شتقل... مي احنا الشريف. شو تقول للناس اللي يحكيوا على عكس هذه الرواية في بلاتوات التلفزة؟ ما قل ما نقول لهم شيء خاطر هما يجهلوا الحقيقة، هما معايا وقتها يعني. سني؟ سني أنا مولودة 18/6/81، علاش باش يقلقني سني معناتها باش نبان أصغر؟ بالعكس لما ماتوريتي عند المرأة هي حاجة عظيمة. والناس اللي تفهم انه وقت اللي المراه ديباسي 37 و38 تولي نظرتها حقيقيه للحياه وتنجم تعمل عليها حتى كي تقول لك لا راهي مش بترجع غدوه تقول لك اي. وهذا باش يهز التدخلات التجميليه. اي نحكي لك شو عملت بالضبط زيد. شو عملت؟ عملت عمليه على خشمي ناحيه البوس وخاطر عندي الخشم هذا ما تنفسش به اللي صار، دونك سرحنا هذايا تحيه للدكتور كانون. هذوما عمليه تجميل. أكهو تدخلات شو تعمل تدخل بوتوكس سمحني وعملت عملية أخرى بعد ما ولدت نونو. نحت جسم؟ لا مش نحت متاع كل مرأة كي ترضى فوالا. دونك فما نساء يقول لك انا ما نرضعش ولدي باش بدني ما يدخلش بعضه ولا البواترين نتاعي ما تدخلش بعضها، انا لا نقول جو بريفير نعطي القوه بالولدي باش يطلع بدنه كامل ونرضعه مليح كما اي ام تحس الامومه، ومن بعد ما يقلقنيش انا معناتها هو اهم مني. ثروتي؟
ثروتي هي ما تقول الجمهوري وعائلتي وكل شيء. ثروتي هي لاسيغونس نتاعي في حياتي، هي داري كي نروح نحل الباب ونرقد ما يجيش حد يقول لي هات الكري. عندك عقارات باسمك؟ عقارات لا مش عقارات. يعني لو تصادف ايامات من اللي يعاود علينا كيما الكورونا، نجم تلقى روحك في ازمه مع البنكة؟ لا انا عمري ما ندخل تحت السقف هذاك، خاطر متليعه منه في حياتي قبل مع العائله، دونك ما ندخلش تحت. حياتك مؤمنه الحمد لله. حياه ولدك مؤمنه؟ شو ريت انت تقول الحياه مؤمنه ماديا قدام مادياً ربي؟ ماديا تنجم تكون انت مؤمنه ويجيو ظروف، ده الحمد لله جاوني هكا ظروف وقت اللي مثلا بابا مرض بيريود وقتها كورونا، وما الحمد لله لقيت نفسي مخمة صحيح، ما خرجش مثلا سايب الليل. علاش؟ على خاطر ذكيت في الخدمة، كتبت حاجات، خدمت مع شركات في نيفو، خاطر كيبدا انسان مثقف وهو فنان وميم طون تسكر له الليل يحل النهار. ثقف انت معناتها مستواك التعليمي ثانوي ولا ليه؟ انا ما خذيتش الباك. ورغم ذلك بيان سور موا جو سوي شيف دونتربريز هادي، اما انا ما نتكلمش، فهمت؟ انا ما سبيسياليتي هو اني نعمل لازم من دي سوسيتي. معناتها شوف كيفاش اما انا ما نتكلمش، انا نعمل في غناك نكتب خبوني الشعر، مش شعر، انا انسانه معناها تكتيكه. لا مش تكتيكه، نو نو نو، انا انسانه استراتيج. إيمان شريف الجزء الأول، نعود بعد الفاصل.